l'intro, j'espère gare comme enfant ou animal. Si Azdin est un professionnel aussi. Je vais présenter comme produit Blatache LB et notre dof le four. Donc, je vais vous dire que vous avez le four comme à Blatache et que vous êtes vraiment wow. Chauffons. لا 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 انا نقول لكم كلشي تنحى كلشي تنحى شوف شوف كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا خالصه خالصه اجل دي كابفور باش تنظفوا الصح مساحات الطهي ولوازم المطبخ تركيب تجيد فعاله ضد الشحوم والرواسب المتراكمه للمنزل او للمحترفين استعملوا اجل دي كابفور اجل اللي يهمنا هو انتوما اجل لأن شعرك المغطى يستحق كل الحب والعناية. سواليس تقدم لك شامبو ديتوكس بلس، تركيبة مثالية بين الأملة والحناء غير الملونة، تخلي شعرك يتمتع بصحة ولمعان. مع ديتوكس بلس من سواليس، أعيد الجمال لشعرك. سالو لي في، جيسبر كراكم كاع صافا. أنا اليوم راني في ما شامبو درت لكم هاد لا فيديو باش نبريزونتي لكم فيها تيتاش. وانا نقول لكم كي تغسلوا حوايجكم بتيتاش انا نقول لكم يخرج لكم بوبون. شو شو لا 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 ناش نقول شوفوا 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 انا نقول لكم كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا الملابس النظيفة صح مغسولة بأجل تركيبته الجديدة باور سيفن يزيل كل البقع ينظف بعمق ويوفر انتعاش اكتشفوا المجموعة الجديدة أجل باور 7 للعناية بالملابس أجل اللي يهمنا هو انتوما أجل كونستيباسيو مشاكل في الهضم وزيد الحريق في الاستوما هذو كامل خلاو نهاراتك ما تجوش كيما يلزم بصح من اليوم ورايح ما تزيدش تقلق روحك نوترا جرين جابت لكم ديجستيمو تركيبة متنوعة من المكونات الطبيعية يقضي على حروق المعدة يوفر لكم الراحة المثالية للجهاز الهضمي يساهم في عمل القناة المعوية الطبيعية ويحفز عملية الهضم مع ديجستيمو الصحة والراحة ديجستيمو مكمل غذائي لمختبرات IMG يباع في الصيدليات كوكو هاو ار يو جيسبر كو غاراكم كول هاد لا فيديو باش نبريزونتي لكم 16 و 16 ماشي كيما 15 وانا نقول لكم لا فيسيل ماشي مغسوله كيف كيف مع 16 لازم تستعملوه ها شوف لا 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 انا نقول لكم انا نقول لكم نقول لكم كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا الأواني النظيفة صح مغسولة بأجل أجل سائل فائق الفعالية يزيل الدهون بسهولة ويترك الأواني لامعة لتنظيف مثالي استعملوا سائل الأواني أجل أجل اللي يهمنا هو انتوما أجل ما هو علاش لازم ناكل باش تكبر ولازم نقيب صحي وبني فهمت أذواق متنوعة ولذيذة مرتديلا باتي جبن باتي بيتزا كشير باللات للصغار والكبار باللات غذاؤك ترعاه أيادي أمينة مشيتكم شواش راكم كومون سافا جيسبر كو فوز الي بيان راني في الصالون شباب ديالي وعندي برودوي جديد بعتوه لي باسمو شملاطاش وانا نقول لكم الكارلاجي ولي شباب كي تمسحوه بشملاطاش وانا نقول لكم كي تشموا الكارلاج ديالكم كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا بار لي صح تفحفح بروايح ممسوحة بأجل توبسول توبسول ينظف جميع الأرضيات ويخلي عطر رائع يدوم يدوم اكتشفوا مجموعة العطور الجديدة أجل توبسول أجل اللي يهمنا هو انتوما أجل سواليس شريكك في الجمال أجل اللي يهمنا هو انتوما
تاتي اول انتصاراتي لما كنتم ساعه فطوركم ساعه رمضانكم. ايوي ايوي نرجع نرجع كل يوم في حصتكم المحبوبه المفضله اللي تتبعوها يوميا وهي حصه تقدر تربح اكثر. الحمد لله راهم بيان راهم بيان وحنا تاني مادام البوبليك راهو بيان انا راني الحمد لله الحمد لله والشكر لله على الهدايا اللي نجيبوها يوميا بفضل بيسير ربي سبحانه وسيرتو الناس اللي تساهم في هذه الحصة باش يكونوا تكون الهدايا شابة وتفرحكم. هذا مهم. والبيبليك اللي يجي يشارك معنا اليوم هو تاني عنده دور كبير باش يشجع المتنافسين. من قبل هذا الشيء ما تنساوش تسجلوا روحكم مش إندر يعني باش جو تشاركوا معنا وتقسموا معنا الفرحة. تقدر تربح .com يتبان على الشاشة لادغاس انترنت تاعنا باش تسجلوا روحكم على السيت انترنت تاعنا. فوالا هذه حاجة مليحة. نبدأ مع الهدايا. نظن بلكم تستناو بزاف منا من الهدايا. توت شويت نوري لكم الهدية الأولى. تفضل. الهدية الأولى هي هذه الهدية وهي عبارة عن عطور سيدي بارفان اي دو ماكياج بور فام للنساء. نعم للنساء خممنا فيك وجبنا لك هذه العلامة ماست. بس سي اون مارك دو ديستريبيوتور دونك سي ان ديستريبيوتور هو موزع خاص لعلامات دي مارك انترناسيونال عالميه في مجال لو بارفان لا كوزميتيك هكا يقول. نعم ديستريبيوتور تاع شانيل ثاني تاع كيما كنتو تشوفوا هادو سي دي كوفري. عنده عده محلات في الجزائر عبر الوطن في سطيف في وهران في الجزائر العاصمه. فوالا هذه الهديه قيمتها 3 ملايين 30 الف دينار. راه تقول لي سيدي احمد 3 ملايين سي بيان انت جونتي بوبون شباب مي 3 ملايين انا ما نديبلاسيش على 3 ملايين. نقول لك صح 3 ملايين ما تكفينيش صح ولا لا؟ او نجي من بشار كذا جا من بشار وعادي يقول 3 ملايين نو. اللي يجي حصه تقدر تربح قادر يربح كاع الهدايا وما من اللي يجي وما يربح والو يعاود يربح هديه بيسكو نعطوا له ان لو كيفاش يقولوا دو كونسولاسيون باش نرديوه باش ما يروحش زعفان يدي هديه قيمه اون كومباريزون للديبلاسمون تاعو. مليح تفضل. هذه هديه ثانيه وهي هاد لو باك الكتروماناجي من عند فيليبس. كما راكم تعرفوا اجوردي رانا في شهر رمضان وفيليبس خمت فيك سيدتي باش تسهل لك المعيشه تاعك وتسهل لك المطبخ باسكو تفوتي اوقات كبيره في المطبخ. عندك هاد لا فريتوز سون زويل. نعم بلا زيت ونعرفوا واش يتقال على الزيت هاد اليامات. انا ما في الله العظيم ما فهمتش لا كاينه ما كايناش. هو هكذا كنت يقول لك راهم يصنعوها بزاف ودا في السوق ما تسيبهاش. والله ما فهمنا. على كل حال عندك اون فريتوز سون زويل باش دير البوراك باغ اكزومبل ولا لي فريت ولا طيب مام الدجاج بلا شالور. وعندكم هذا لو بلندر 700 واط من عند فيليبس الذي قيمتها 50 الف دينار مهدات من عند ناسيونال تكنولوجيا موزع رسمي لفيليبس في الجزائر. شكرا لك. وعندنا هديه اغلى شويه قيمتها اغلى وهذه هي هذه الهديه الثالثه وهي اقامه في الشيراتون عنابة. نشكر جزيل الشكر لشيراتون اللي خمم فيكم هو تالي. عندكم اقامه لشخصين في فندق فادير ستانيت ان اوتيل 5 اتوال 5 اتوال خمس نجوم. شوفوا الحطه شوفوا بيان سور هذه الفخامه في هذا الاوتيل. عندكم اقامه لشخصين فور دو نويتي دو نويتي يعني ليلتين. شوف هذه سي لا شوم اللي راح تفوت فيها ليله ماشي شابه لا شوم شابه ولا لا؟ اكسلون بيان سور مانيفيك اكسترا اوردينير ما كاش ما خير. اوتيل جديد جديد تبنى غير كيما وقيل عنده مام با عامين. فوالا فندق شيراتون عنابة يستناكم. ما عندكمش الوقت ديروا فيتنس سي سور مي عندكم الوقت تجولوا تاني شويه في عنابة. فوالا فوتوا اوقات راحه في هذا الفندق. عندك ميم ان صالون دو كوافور كاين ميم ان سبا بور دي ماساج. فوالا هادو ماشي انكلو مي تقدروا ديروا الماساج ولا بيسين جو بونس كو مسموح باش تعوموا في لا بيسين. قادرين تروحوا في هذا الاوتيل شيراتون عنابة عفوا يشبه تاع وهران تاني شويه. عندكم حتى 31 ديسمبر بدنا لا فان دلاني دونك نتوما تشوفوا وقت ما تكونوا ديسبونيبل تقدروا تروح. فوالا هذه الهديه الثالثه في حصه تقدر تربح اكثر.
وعنا هدية أخيرة وهي تظهر على الشاشة. نحلوا الباب ونشوفوا الهدية الرابعة. تفضل حلوا الباب. نعم هذه الهدية رايهنا أمامكم. نسرين رايهنا جاهزة قاعدة. نعم تستنى فيكم، تستنى في اللي غادي يربح بالك اليوم. ها اللي غادي يربح اليوم عنده مادة كما قال واحد، عنده مادة. هذا الصالون فيه دو بلاص، أنا راني قاعد في اون بلاص، كاين بلاصة لواحد آخر. لا فينيسيون تاعو ليكسيبسيونيل، يعني فينيسيون روعة الروعة. موبي مول علامة جزائرية، وي 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 وي، بروبريتي تاع العلامة، عنده ميم أوزين وعنده عنده ميم خدامين باش يصنع هادو لوكالمون، هادو مخدومين هنا لوكالمون. شوفوا لا فينيسيون، أنا عجبني الحال باسكو لا فينيسيون اكسترودينير. دايا نعطيكم الفرصة تشوفوا لو شوروم اللي راه يبان على الشاشة. هذا الشوروم فيه 3000 متر كاري، 3 ايطاج، ها ويبان على الشاشة. فيه كل خير والله العظيم كل خير. ونعطينا لي صالون، قال لي صالون، قلنا له مدلنا شومبرا كوشي، قال لي وراه مشكل، نعطيكم شومبرا كوشي. في حصص واحدة أخرى غادي تشوفوا إن شومبرا كوشي من عند موبي مول. يعطيه الخير، محلات موجودة في برج الكيفان. ما فيزيتيتيش تيا؟ إي واش راكي تستنى يروح يفيزيتي؟ روحوا فيزيتي وشوفوا كاش حاجه تعجبكم. هاد الطابله ما راهيش داخله، وي وي هاد الطابله شابه سيفري، بصح جوست للديكور كيما هذا الفاز وعلى هذا الديكور. الصالون هذا قيمته 16,900,000. ونتلاقاو بعد قليل مع متنافسين تاعنا في حصه تقدر تربح اكثر. ابقوا معنا تعرفوا لا سويت. اتو سويت هيا 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 هيا. المرحله هذه مهمه، مرحلة حدد سعرك، أقدر دارك كما حبيتوا. المهم لا سوبيريت راهي هنا، لا سوبيريت تاعنا تقدر تربح أكثر. المتنافسين تاعنا راهم هنا واجدين كما راكم تشوفوا، راهم هنا يستناو جوست مورايا الانطلاق باش يبداو بالشاريوات. أون أتوندون نذكر باللي أنت تا وين أنت راك تشوف فينا، راك قاعد مكسر في الصالون تاعك وحبيت تربح الهدايا اللي شفتهم الساع، ما كان حتى مشكل. سجل روحكم على تقدر تربح .com، موقعنا الإلكتروني، سي لو سيت انترنت تاعنا. نشكر الببليك اللي جا بكثافه، هو سي لا بيس سنترال تاع الحصه. بلا الببليك ليميسيون ما تسوى والو. ايماجيني راه واحد يجري بالشاريو، اه راه يجري بالشاريو في السوبيرات وما كاش اللي يعاونو. اسمع ارفد ارفد هذاك، الا حط هذاك. لو كان ما كانش هذا الببليك هو يخسر سي سيرتان. ايماجيني المتنافس راه وصل كمل السوبيرات وراح الاسئله في لا ترويزيام مونش، مرحله الثالثه حصل في السؤال، لازم له جوكر وهذاك الجوكر يجيبه معاه في الفاليزه باش يوصل للاستوديو. لازم يجي معاه جوكر يتكل عليه، الا كان حاصل قادر يفرج عليه الجوكر، ما يقسمش معاه الهدايا. وي يعاونه برك، لا بغى يعطي له قرعه شامبوان، يعطي له شويه شويه ها مسحوق تاع الماشينه. معليش هاو السيد جاحت، انا هو اللي ريبوندا وكل شيء، الاخر غير عاونوا. من المهم ما تنساوش تجوا تشاركوا تقدر تربح .com وتفرحوا معنا في هذا العرس. ما ننساوش باللي واحد من الببليك يستفاد هو ثاني من هديه كيما المتنافس اللي يخرج في المرحله الاولى. ما نبطاوش عليكم، روحوا المتنافس رقم واحد يسموه السي فارس، نحيوه بزاف. هيا السي فارس، هيا هيا السي فارس. واش راك السي فارس؟ نعم واش راك؟ لاباس والله الحمد لله. الو منين جيت؟ من مسيلة. من مسيلة بدات؟ اكزاكتومون لا فيل دو سيدي عيسى. سيدي عيسى. نعم. حيو الناس سيدي عيسى. الله يسلمك الله يسلمك. الو شحال في عمرك؟ 29 29 سنة. صافا راك بيان؟ صافا الحمد لله. قوانين اللعبة نتعرفها سهلة، تقضي كل يوم. جو سوي ليميسيون دوبي با مال دو تون. خلاص ما تبدلتش. القضيان القضيان فالقضيان. كل واحد منكم يقضي في داره لداره. من يقضي لداره يخمم شوية يسكاني شوية لي بري. وعاد قال لي هذاك النهار أنا ما نشوفش لي بري. انا حكمتني عاده وين ما نروح في السوبيرات استنى تشوف شحال تسوى هذه. 25000. شحال تسوى هذه؟ 25 25000. دونك وين ما نروح نبروفيتي باش نشوف الاسعار، ندير انا ثاني لونترينمون مالغري كنت ابسون. داكور يا فارس؟ وي ايا نسابقوا عليه بزاف بزاف. تفضل معنا الاخت رشيده. هيا رشيده صفقوا عليها شويه. هيا حشمانه رشيده، القضيان تعرفيه؟
شويه شويه. وعلاش سيليباتير ما تقرايش؟ ما جو دير ما تقديش جو دير ماشي بزاف. ما تقديش بزاف. شكون اللي يقضي في الدار؟ يما. يماك مسكينه وراي هنا بعيشه. اه دوماج. اسمعي كي اسمها يماك؟ حده. حده يا حده خليها تقضي. خالتي حده خليها تقضي. شحال في عمرها مسكينه؟ 62 سنه. ما تحشميش تخليها تقضي هي. ولا هي تحب تقضي؟ اه وي سا سي فري. كيما يما اما تاني تحب تقضي. ربي ولا ما نقضي؟ قالت لي لا 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 خلينا نروح نقضي. ربي يخليها لك. وان شاء الله يخليها لنا كاع. امين. هي تعرفي على بالك كاع الكبار يبغوا يقاشحوا. خليها لي 2000. لا لا خليها لي 1000. اديها باطل وسي خير. هذاك انا قلت لها اما خليها باطل وسي. قالت لي لا نبغي نشري حاجه شابه والغاليه. خلاص قلت لها ما كيما تبغي. ان شاء الله يطول في عمرك خالتي حده تاني. يعطيك الخير ان شاء الله. شكرا. هيا راهي تبع فينا. هي اللي بعثتك مش انت جيتي وحدك. ها هي اللي بعثتك. وعلى بالي هي بعثتك مش انت جيتي وحدك. هي اللي بعثتك قالت لك روحي شوفي سيدي احمد يعطيك هادو. هيا روحي. يعطيك الخير ان شاء الله. تفضلي تفضلي تفضلي. شكرا. حيوا كاع لي طاطا كاع الحجات كاع الكبارات اللي يشوفونا في الحساوي يتبعونا. راك تلاقيت مع واحد قال لي والله العظيم يما تحبك بزاف. سي نورمال وانت تكرهني. قال لي لا ماشي كيف كيف. قلت له لا كيف كيف. العجايز يبغونا. علاش لا ما على باليش الكبار يبغونا. صافا الله لاباس. انت تبغينا ولا لا؟ بيان سور. مام اللي ما يبغيناش معليش انا اللي تحبوه. اروحوا شاركوا. مزوج؟ لا ماشي مزوج. ماشي مزوج. شحال في عمرك؟ 40 سنة. شحال؟ 40 سنة. استناني جاي. أرواح. أنا راني نديفوندي عليك هنا. صح. شوف مليح كاميرا. اسكو عندك لي ديفو بزاف؟ لي ديفو كيما كاع الناس. وي عندنا لي ديفو. اكيد سمعي نسرين. سمعي مليح. واش عندكم ديفو كبير؟ كبير كبير كاع الديفو تاعك. ديفو كبير. مسمار؟ بزاف. اي لونفو شويه. صح ماشي ماشي هذا هو الديفو اللي يخليك بالك ما تزوجش. نظلم. صح صح. عندك دار؟ خدمه؟ الحمد لله. بصح تبع اسمع دوكا كاع الناس لازم اللي ما عندهمش خدمه ما يتزوجوش. نو بون يا كل حال الرزق على لازم الله. تكون لازم تكون تخدم شويه باش تزوج. تعرف المسؤوليه وترفدها. شكون باباك يرفد المسؤوليه ولا؟ صح ياك. صح ولا لا؟ صح. واحد اللي ماشي خدام يبغى يتزوج نقول له راك غلط خويا. هو شكون يرفدها من بعد؟ هو يماك ترفدها. هو زيد خدام صافي. لونطون. الحمد لله. الحمد لله خدام. الحمد لله. الوالدين راهم بخير الحمد لله. خلاص عايش مع الوالدين ولا وحدك؟ الله يطول في عمرهم. الله يطول في عمرهم ان شاء الله. نسلموا عليهم بزاف بزاف. فوالا وراه البروبليم. يماك هي باغيه. يماك اشاك فوا تدخل يا سرحان على ما تروحش تسرح تجيب مرا. ان شاء الله. هذا مكتوب الله. هو من يروح يسرح ما يجيبش مرا. يما لازم تسيبها لك بالك. هادو مكاتب الله. على بالي مكاتب الله. بصح انت ديفيسيل شويه بالك. شويه شويه. شويه. راه كيما واحد نعرفه يسموه محمد نقولوا يما تقول له ولدي يا محمد ها روح يا ولدي ها ولا قبل ما نروح لازم نزوجك ولا واما لا بصح لا ها ماشي شابه ها صغيره ها كبيره ها عريضه ما فهمناش. انت واش راه الصفه هذاك تحوس عليها؟ قول لنا بالك نجيبو نعاونوك كيف استوديو بالك واحد بريتوندو وحده باردون. اسمع البلوس ومع الموان يتلاقاو. انت راك موان وهي البلوس. قول زيد واش حاب تهضر عليها؟ مانيش حاب نهضر عليها. حنا بغينا نعاونوك. هذا مكان هذا براسك يا سفيان. هيا سبقوا على سفيان. سفيان الاسعار سهله نورمالمون تعرفها ولا ما تعرفهاش الببليك اللي جا لهنا يعاونك. داكور يا سفرين؟ اوكي ان شاء الله. نورمالمون كون جيت مع مدام هنا تبوسيك شويه. هيا سرحان. هيا سرحان المره الجايه ان شاء الله. ميرسي يا سرحان. شكرا. برافو عليك وشكرا على خفه الروح تاعك. شكرا الله. ايش في سؤال غادي تصيب امراه الا بدي النداء دير ان شاء الله. عندك فيسبوك؟ المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه حشمان يحشم مسكين يحشم يحشم. هيا تفضل حسين. حنا نبوسيو توجو لي سيليباتير باش يتزوجوا. سي بيان واحد يسيب ليكيليبر. صباح حسين. بيان الحمد لله. انت مزوج؟ مزوج. ما كرهتش نو؟ نعطوا شويه شويه سميهوا لي ليسبوار شويه السرحه. ان شاء الله. ما كرهتش راك بيان. لا لا الحمد لله. الحمد لله. جيب 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 جيب. لا هذه هذه الدنيا هذه الحياه. مادام راه هنا نو؟ لا مون فيس. وراه ولدك؟ صافا نحيوه. دي كوكو. دير كوكو لا كاميرا. فوالا بعد انت كيماك تحس باباك.
لا 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 الله واش دير منين جيت يا حسين من جلفة جلفة بدات من جلفة عين والسارة عين والسارة او الناس عين والسارة معروفه اه عندكم الكباش ملاح تبارك لا كاين كاين كلش كاع المنطقه مليحه كاع كلش كاين كلش واش دير في عين والسارة استاذ تعليم ابتدائي ابتدائي واه كاع لي بروفيسور كاع اللي يخدموا في الابتدائي في الثانوي في اليونيفرسيتي يجوا يشاركوا اون اكسبيريونس وعندكم الوقت شويه تدوا لي فاكونس ماشي كيما حنا لاباس ها يدوا لي فاكونس اساتذه عندهم لي زافونتاج اللي ما عندناش حنا حنا ما كاينش لي فاكونس لا بروف سي كنا هنا 7 سي 7 كسوبيرات نخدموا يوميا تشوفوا ناس الخضر في النهار وعلاش على التليفون 11 تيلي او راه خدام ثاني او والله العظيم لا خدامين تقدر تربع اكثر خدامين باش نعطيكم الهدايا ان شاء الله كاش خدمه كيما هذه نديروا الخير ان شاء الله حسين نتمنى لك النجاح اليوم ان شاء الله لينا جميعا تفضل يا سي حسين حيوها بزاف اسكو سافا اللي عنده مشروع تاع زواج يجي لهنا وي 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 يجي لهنا اللي راهو ماري يجي لهنا ثاني نسين راهي هنا في لاكاس شوفها دور 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 راهي هنا فوالا راهي تسنى في لاكاس ديري كوكو فوالا تسنى في الشاريو تاعك ما هو السعر تاع اليوم السعر تاع اليوم يبان في ليكرون تاعي قدامي هو 1,360,000 دينار نو وي 13,060 دينار 13,060 1,360,000 دينار تحطوا 8 في الشاريو تاعكم ياك يا فارس ورا فارس القضيه نتاعو ورا فارس ما يشوف مليح صافا فارس صافا الحمد لله 1,300,000 تحط 8 في الشاريو ما ديباسيوش زوج كيف كيف نو ما تاكلش وسيرتو لي وصل لاكاس الاول حاجه مليحه يطلع ديريكت في حال التعادل ايا احسبوا معايا واحد صوت ثلاثة يا فلوديس موهر شجعهم شجعهم Attention, attention, la caisse. واحد زوج ثلاثة ايون أربعة. هلو 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 رانا قضينا أوفا راكم قضيتوا راكم قضيتوا اليوم في لا سوبرات تاعنا. زوج يبقاو معنا وزوج يرجعوا للدار للاسف وعندنا الشاريو تاعي يعني القضيه اللي حطيناه في شوق قديتو بزاف هنا كاين شامبوان كيما راكم تشوفوا كاين باتر ولا ميكسر ولا بلندر عندكم ليكتور دي في دي عندكم الترمو هذا شحال يدي الترمو هذا الترمو 2000 وعندكم هذا المسحوق ايوه شحال يدي المسحوق هذا 650 سائل الغسيل 2800 تدي 2800 ماشي 2000 ماشي 2000 اي كالك صاي شفتوا عليه هذا كنتو تحوسوا عليه هذا يدير 2800 فوالا نعطوهم معلومات باش يعرفوا كيفاش يقضيو نشوفوا شكون اللي وصل لاكاس الاول سي فارس اعطينا فارس النتيجه والشاريو تاعو شحال راه وصل عصاره 2500 سائل غسيل 650 18164 راك اوفر بيجيت اوفر بيجيت الزوج اللي وصل لاكاس سرحان صافا سرحان صافا الحمد لله صافا الحمد لله تفضل سرحان شوفوا امامك يدرا 11,000 14,000 14,700 15,455 راك فوق السعر تقدروا تكونوا كاع فوق السعر ما كانش حتى مشكل يا كاين رابح وكاين خاسر اللي يتقرب من السعر من الفوق مي لي بوين ماشي بزاف عطونا الثالث اللي وصل لاكاس شكون حسين تفضل ثلاثمية وثلاثمية وستين اي اونفان الرابع اللي وصل لها كاس هي الاخت رشيده اتاسيون
بصح ما داروش خير منك ها. هيا نشوفوا شكون اللي وصل لكاس الاول. سي بون نشوفوا دركا اللي ماركا لو ماكسيموم دو بوان. تفضلوا النتيجه. ثلاثة لرشيدة. برافو عليك يا رشيدة. زوج لسرحان و دو بوان لحسين. حسين شكون غادي يطلع المرحلة اللي جاية؟ راكم زوج كيف كيف. واش قلنا ساع؟ سرحان باسكو هو الأول اللي وصل لكاس. فوالا يا حسين سي امبورتون اللي وصل لكاس الأول في حالة التعادل ما ترينيوش. هذه نصيحة نمدها للناس اللي رايحين يجوا يشاركوا معنا تقدر تربع بوانكم. اللي يوصل لكاس الأول في حالة التعادل يطلع. دونك سي سرحان برافو لسرحان وبرافو لرشيدة. روحي روحي نسرين روحي جيبي لهم الكادو تاعهم. كل واحد كل متنافس اللي غادر حصة تقدر تربح يروح بهدية. هذه قانون في حصة تقدر تربح. ايماجيني يجي واحد يدير مسافة يوصل لهنا يخسر مسكين يعترف الدروج يقول لك او جيت حتى لهنا وما ندي والو. نو يدي هديه. لا بروف هذه الهديه لكم عباره على منتوجات تخفف في الجيب وتعاون في الدار. مدام مسيو حسين هذه مدام تدعي لك بالخير تقول لك درت مليح اللي شاركت ما ربحتش بصح ربحت المشاركه وربحت الهديه. هيا شكرا لكم للمتابعه. ما تضيعوش الوقت روحوا اشربوا كاش حاجه وعاودوا ولوا رانا في رمضان لي في الليل مو الفطور. اشربوا حويجه وعاود نرجع مع المتنافسين تاعنا سرحان ورشيده تقدر تربح اكثر. سالو لي في جيسبر كراكم كاع سافا. انا اليوم راني في ما شامبو درت لكم هاد لا فيديو باش نبريزونتي لكم فيها تي تاش. وانا نقول لكم كي تغسلوا حوايجكم بتي تاش انا نقول لكم يخرج لكم بوبون. شو شو لا 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 ناش نقول. شوفوا 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 انا نقول لكم كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا. الملابس النظيفة صح مغسولة بأجل تركيبته الجديدة باور 7 يزيل كل البقع ينظف بعمق ويوفر انتعاش. اكتشفوا المجموعة الجديدة أجل باور 7 للعناية بالملابس. أجل اللي يهمنا هو انتوما. أجل كل ليلة نفس الحكاية ما راكش قادر ترقد. الستريس التعب والتشنجات خلوا كل صباح بالنسبة لك معركة حقيقية. بصح من اليوم ورايح ما تخليش الاحباط يتحكم فيك. نيوتراغرين تقدم لكم كالمين مكمل غذائي مضاد للتوتر يجمع بين فوائد المغنيسيوم ومركب الفيتامين بي يقلل من التعب والتوتر ويعاون الجهاز العصبي تاعكم باه يمشي بطريقه جيده. يدعم عمل نظام القلب ويساهم في الوظيفه العاديه للعضلات. مع كالمين ابداوا كل صباح بابتسامه عريضه وعيشوا كل يوم متعه جديده. كالمين مكمل غذائي لمختبرات اي ام جي يباع في الصيدليات. كوكو هاو ار يو جيسبر كو غاراكم كول. هاد لا فيديو باش نبريزونتي لكم 16 و 16 ماشي كيما 15. وانا نقول لكم لا فيسيل ماشي مغسوله كيف كيف مع 16 لازم تستعملوه. ها شوف لا 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 انا نقول لكم انا نقول لكم نقول لكم كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا. الاواني اللي نظيفه صح مغسوله بأجل. أجل سائل فائق الفعاليه يزيل الدهون بسهوله ويترك الاواني لامعه. لتنظيف مثالي استعملوا سائل الاواني أجل. أجل اللي يهمنا هو انتوما. أجل الو معنا الاخت رشيده والاخ سرحان لو سيدي باتير تاعنا اليوم العازب. الو رشيده صافا؟ صافا خويا. خويا سرحان قوانين اللعبه سهله. هنا المصير تاعكم يتحدد في التوتال تاع لي بوان. التوتال تاع لي بوان لهنا غادي يعطوكم عدد الاسئله وعدد الهدايا. مفهوم؟ 5 8 12 هما لي بوان لو نومبر دو بوان بار كيستيون. لكل سؤال 5 نقاط ولا 12 نقطة ولا 8 تقدروا تختاروها كيما تحب. هيا عطونا برك باش نعاودوا نفهموكم باش هكا تظهر على الشاشة أوسي لو نومبر دو بوان اللي لازم لكم بور شاك كادو. السؤال من 0 إلى 9
عندك سؤال واحد وهدية واحدة. إذا جبتي 10 نقاط بين 10 إلى 15 نقطة عندكم زوج أسئلة وزوج هدايا. إذا جبتوا بين 16 و20 نقطة عندكم ثلاث هدايا وثلاث أسئلة، ومن 21 إلى 29 نقطة عندكم أربع أسئلة وأربع هدايا. هل هذا مفهوم؟ نعم. تفضلي يا الأخت رشيدة باختيار للسؤال تاعك، بخمسة، بثمانية، ولا ب 12 نقطة. نذكر باللي طلعتي بالمرحلة الأولى ب ثلاث نقاط، ياك؟ وسرحان بزوج نقاط. خفيا. هيا نبداو، تفضلي. خمسة. خمس نقاط. هاكم ولفتوا سي. السؤال الأول. عندما نرى قوس قزح فإن الشمس تكون، اقتراح الأول، من ورائنا، من أمامنا، من فوقنا مباشرة. شفتي لي زاقة قوس قزح؟ آخر مرة شفتيه قداش؟ صافي لونتون ما شفتيهش. يبان يبان يبان. مين تكون النوة كيبان؟ تجي موراها السمش. بصح مين تجي؟ قدام من اللور ولا من الفوق؟ من ورائنا. من وراك. الإجابة مليح. أعطونا السؤال المتوجه لأخونا سرحان. تفضلي. تفضل عفوا. اختار خمس نقاط. خمس نقاط. السؤال ليك. ما هو اسم القديم للمحيط الأطلسي؟ اقتراح الأول، بحر الظلمات. اقتراح الثاني، بحر العميق، ولا ثالثا البحر الأكبر. أختار بحر الظلمات. سمعتها في غنية. بحر الظلمات؟ نعم. الإجابة مليح. السؤال ليك تفضلي يا رشيدة. ثمانية. متى تأسست الجيفا؟ 1999، 1990، 1989. هذه منظمة جيفا تسمعي بها؟ نعطوها معلومة ولا ما كان لها؟ تتعرف تسمع بها؟ لا. 1980. 1980. والإجابة 1999. منظمة جيفان، منظمة تاع بلدان يقروا على مصير الاقتصاد والمالية. مرفهين كوا. يتلاقاو كاع في بلاصة ويقروا البنوك كيفاش تمشي كذا وكذا. المهم تفضل يا خويا سرحان، عندك فرصة باش اختار سؤال تاع تم النقاط. تم النقاط هو مطلوع. عندي 12 شوية بدل. ايه كون غير خاطرك 12. معليش درنا 8 سيد. خلاص. السؤال يقول: كم عدد مربعات الشطرنج؟ ما تلعبش شطرنج؟ كاين 36، 49، 64. سؤال الجواب رقم 3 64. خلي تكمل كرونومات يكمل. إجابة 64. إجابة ملح. السؤال الأخير رشيدة.
رقم 12. وي سؤال ب 12 نقطة. ماذا كان اسم زيمبابوي قبل الاستقلال؟ فيكتوريا، ناميبيا، ولا روديزيا؟ زيمبابوي قبل الاستقلال كيفاش كانوا يسموه؟ من فضلكم رقم 2 ناميبيا. نعم ناميبيا والاختيار تاعها والإجابة روديزيا هي الإجابة الصحيحة. السؤال الأخير لخونا سرحان. سرحان متفوق نظن. أعطونا السؤال الأخير لسرحان. ماذا يسمى المعدن الذي يستخرج منه الألومنيوم؟ البوكسيت عفوا، الليمونيت، الغالينا. ريبوندي قبل رقم واحد. ريبوندي قبل بوكسيت. سي بون رقم واحد البوكسيت والإجابة. أي مليح برافو. 27 نقطة برافو عليك يا سرحان. راك ربحت هنا رشيدة 8 تاع النقط. معليش راكي شاركتي معنا في الحصة وتستفادي من الهدية، وهي عبارة على هدية من عند مست اللي راهو حاضر. نعم مست يهدي لك هذه الريحة، يعني سي ان بارفان اللي قيمته 20,000 دينار، محلات موجودة عبر الوطن. نعم أكثر من 10 محلات مكياج اكسيتيرا اكسيتيرا. ما ننساش باللي مست هو الموزع الرسمي لشانيل وكذا علامات كلارنس، كذا علامات عالمية موجودة في محلات تاعو. هذه هدية ترجعي بها اليوم إلى المنزل. شكرا يا رشيدة. ميرسي سرحان. تلاقاو بعد قليل معاك مع الأسئلة. عندك 4 أسئلة وإن شاء الله 4 هدايا تكون من نصيبك. حبيتوا تعرفوا لا سويت أبقوا معنا تقدر تربح أكثر. شكرا يا رشيدة. ماما علاش لازم ناكل؟ باش تكبر ولازم نكفي بقى صحي وبني. فهمت. أذواق متنوعة ولذيذة. مرتديلا، باتي جبن، باتي بيتزا، كاشير باللاط للصغار والكبار. باللاط غذاؤك ترعاه أيادي أمينة. لأن شعرك المغطى يستحق كل الحب والعناية، سواليس تقدم لك شامبو ديتوكس بلس، تركيبة مثالية بين الأملة والحناء غير الملونة، تخلي شعرك يتمتع بصحة ولمعان. مع ديتوكس بلس من سواليس أعيد الجمال لشعرك. أوه مشيتكم شواش راكم كومون سافا جيسبيغ كو فوزالي بيان. راني في الصالون شباب ديالي وعندي برودوي جديد بعتوه لي بسمو شملاطاش، وانا نقول لكم الكغلاجي واللي شباب كي تمسحوه بشملاطاش، وانا نقول لكم كي تشموا الكغلاج ديالكم كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا. بارلي صح تفحفح بروايح ممسوحة بأجل توبسول. توبسول ينظف جميع الأرضيات ويخلي عطر رائع يدوم يدوم. اكتشفوا مجموعة العطور الجديدة أجل توبسول. أجل اللي يهمنا هو انتوما. أجل الأخ سرحان راك موجود هنا معنا اليوم، راك ديباسيت المرحلة الأولى والزوجة وراك وصلت للثالثة. نشوفوا الهدايا ونرجع بعد قليل. أتوتفيت. الهدية الأولى هي
هذه الهدية وهي عبارة عن عطور سيدي بخفة ايدي مكياج بوغ فام للنساء. نعم للنساء خممنا فيك وجبنا لك هذه العلامة مست. مست سيت اون مارك دو ديستريبيوتور دونك سيت ان ديستريبيوتور هو موزع موزع خاص لعلامات دي مارك انترناسيونال عالمية في مجال لو بارفان لا كوزميتيك هكا يقول. نعم ديستريبيوتور تاع شانيل ثاني تاع كيما كنتو تشوفوا هادو سي دي كوفري عنده عدة محلات في الجزائر عبر الوطن في سطيف في وهران في الجزائر العاصمة. فوالا هذه الهدية قيمتها 3,30,000 دينار. هذه هدية ثانية وهي هاد لو باك الكتروماناجي من عند فيليبس. كما راكم تعرفوا اجوردي رانا في شهر رمضان وفيليبس خمت فيك سيدتي باش تسهل لك المعيشة تاعك وتسهل لك المطبخ باش تفوتي اوقات كبيرة في المطبخ. عندك هاد لا فريتوز سون زويل. نعم بلا زيت ونعرفوا واش يتقال على الزيت هالليامات. انا ما في الله العظيم ما فهمت الا كاينه ما كايناش. هو اذا كنت يقول لك راهم يصنعوها بزاف وذا في السوق ما تسيبهاش والله ما فهمنا. على كل حال عندك اون فريتوز سون زويل باش دير البوراك باريكزومبل ولا لي فريت ولا طيب مام الدجاج بلا شالور. وعندكم هذا لو بلندور 700 واط من عند فيليبس الذي قيمتها 50,000 دينار مودات من عند ناسيونال تكنولوجيا موزع رسمي لفيليبس في الجزائر. شكرا لك. عندكم اقامه لشخصي في فندق فاندير ستانيت ان اوتيل 5 اتوال 5 نجوم. شوفوا الحطه شوفوا بيان سور هذه الفخامة في هذا الأوتيل. عندكم إقامة لشخصين pour deux nuitées. deux nuitées يعني ليلتين. شوف هذه سي لا شوم اللي راح تفوت فيها ليلة ماشي شابة لا شوم شابة ولا لا؟ ألي إكسلونت بيان سور مانيفيك إكسترا أوردينار ما كاش ما خير. أوتيل جديد جديد تبنى غير كيما وقيلا عنده مام با عامين. فوالا فندق شيراتون عنبا يستناكم. ما عندكمش الوقت ديروا فيتنس سي سور مي عندكم الوقت تجولوا تاني شويه في عنابه. فوالا فوتوا اوقات راحه في هذا الفندق. عندك ماما صالون كوافير كاين ماما سبا بور دي ماساج. فوالا هادو ماشي انكلو مي تقدروا ديروا الماساج ولا بيسين جو بونس كو مسموح باش تعوموا في لا بيسين. قادرين تروحوا في هذا الاوتيل شيراتون عنابه عفوا يشبه تاع وهران تاني شويه. عندكم حتى 31 ديسمبر بدنا لا فان دلاني دونك نتوما تشوفوا وقت ما تكونوا ديسبونيبل تقدروا تروحوا. فوالا هذه الهدية الثالثة في حصة تقدر تربح أكثر. هذا الصالون فيه دو بلاص، أنا قاعد في أون بلاص كاين بلاصة لواحد آخر، لا فينيسيون تاعو إكسيبسيونيل يعني فينيسيون روعة الروعة. موبي مول علامة جزائرية، وي 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 وي، بروبريتير تاع العلامة عنده ميم أوزين، عنده ميم خدامين باش يصنع هادو لوكالمون، هادو مخدومين هنا لوكالمون. شوفوا لا فينيسيون، أنا عجبني الحال باسكو لا فينيسيون إكستراوردينير. دايور نعطيكم الفرصة تشوفوا لو شوروم اللي راه يبان على الشاشة. هذا الشوروم فيه 3000 متر كاري 3 ايطاج هاو يبان على الشاشة. فيه كل خير والله العظيم كل خير. كون عطينا لي صالون قال لك عطينا صالون. قلنا له مدلنا شومبرا كوشي قال لي وراه مشكل نعطيكم شومبرا كوشي. في حصص واحدة أخرى غادي تشوفوا إن شومبرا كوشي من عند موبي مول يعطيه الخير. محلات موجودة في برج الكيفان ما فيزيتيتيش ليها. إيه واش كي تستنى يروح يفيزيتي. روحوا فيزيتي وشوفوا كاش حاجه تعجبكم. هالطابله ما راهيش داخله وي وي هالطابله شابه سيفري بس جوست للديكور كيما هذا الفاز وهذا عنده ديكور. الصالون هذا قيمته 16,900,000 ونتلاقاو بعد قليل مع متنافسين تاعنا في حصه تقدر تربح اكثر. ابقوا معنا تعرفوا لاسويت اتو تسويت. السؤال الاول سرحان 4 هدايا و4 اسئله ان شاء الله. السؤال الاول الجاموفوبيا هو الخوف من الزواج. ماذا والله والله ما اخترنا السؤال. انا خاطيني والله شوف لورديناتور تقول يشم سبحان الله. الخوف من الغرباء اقتراح الثالث. الخوف من الاماكن الضيقه. واخيرا الخوف من الأماكن العالية. متفكر بداية الحصة نضحك. ألو عندك 4 هدايا
وين تحطها؟ موبي مول نحطها في الخوف من الأماكن العالية. صح. فيليبس الخوف من الأماكن العالية. نعم. شيراتون الخوف من الزواج. والريحة تاني. والريحة تاني. والله حلو وظريف. الله يحفظك. آي آي آي. خوف من الزواج، شفت؟ سبحان الله. والإجابة. الخوف من الزواج. نعم، الجاموفوبيا. دوك عرفنا ما واش راك خايف. أنت عندك لا جاموفوبي. سبحان الله، عمري ما سمعت بالاسم هذا، عمري ما سمعت هالمرض. معناه بلي الناس عندهم اللي يخافوا من الزواج يسموهم لي جاموفوب. أبارك سمعت، راك عرفت حاجه اليوم، راك في الصنف هذاك سي اوفيسيال. سبحان الله. با 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 با, با. صفقوا عليه. تا الشومبرا كوجي ما تساعدكش. ولا شني شيراتون الاخر. الي بقى لك شيراتون. شيراتون والريحه. تفضل، عندك سؤال ثاني. مضيق برنيغ يربط بين قارتين اسيا و اوروبا افريقيا امريكا الشماليه واخيرا أستراليا. تقرأ الجواب، عندك 50% من الإجابة. نظن هكا يقولوا ياك، اللي يقرأ السؤال عنده 50% من الجواب. السؤال نصف الجواب. الإجابتان حطهم على أستراليا. الهديتان. اوكي. الإقامة في الشيراتون ومست للريحة للنساء ماشي للرجال. ارمي كل شيء على استراليا. ارمي الشبكة في البحر. في البحر. ونشوفوا الزهر. الإجابة. بين روسيا و ألاسكا، أمريكا الشمالية. دونك اسيا والامريكا وجا من روسيا والألاسكا. سرحان مبروك عليك هذه الهديه. شوف هذه نظن توالم للوالده ان شاء الله. شوف تستفاد هذا الباك للنظافه. عندك ان سو افيك ان بالي معاه منتوجات من مجمع اجل لا ماركس ليف هايت سجل مارك المون. نعم عندك كيما راك تشوف منتوجات التنظيف وللكوسميتيك. زائد على هذا عندك ان سيش لانج وعندك اون طابل ا روباسي. هذه الهدايا قيمتها 50,000 دينار مهدات من عند ليف هايت والموزع الرسمي تاعها ناسيونال تكنولوجي في الجزائر سي مارك المون. ناسيونال تكنولوجي الموزع الرسمي تاعها في الجزائر. شكرا لك يا سرحان. مرحبا بك. تفضل. أسلمك. قصت الشبكة في البحر مع السحر. هيا تفضل كلمة الأخيرة سي سرحان. شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. أصحاب الخفاء خاصة. وتحياتي للوالدية والعائلة ديالي. العائلة الصغيرة والكبيرة. شكرا لكم، بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة، شكرا يا سرحان. يعطيك فريمون الصحة، الدم خفيف، والله يا سرحان حبيناه. بارك الله حبيناه منذ البداية. منذ البداية، من بداية المرحلة. شكرا لكم للمتابعة، شكرا للبيبليك اللي جا يشجع سرحان وكل المتنافسين توعنا. هو ثاني استفاد من هدية لمجمع بلاط في هذه هذا شهر رمضان.
اسم تاعو راه يبان على الشاشه، ونعطيكم موعد غدا ان شاء الله مع متنافسين دائما يكونوا في الموعد معنا. تقدر تربح بانكم وتسجل روحكم الى فرصه اخرى. صحه رمضانكم والى اللقاء، مع السلامه. أجل اللي يهمنا هو انتوما. هذا البرنامج برعاية بلاد. سواليس شريكك في الجمال. سالو لي في، جيسبر كراكم كاع سافا. انا اليوم راني في ما شامبو، درت لكم هاد لا فيديو باش نبريزونتي لكم فيها تي تاش. وانا نقول لكم كي تغسلوا حوايجكم بتي تاش، انا نقول لكم يخرج لكم بوبون. شو شو لا 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 نعرفش نقول. شوفوا شوفوا شوفوا، انا نقول لكم. كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا. الملابس النظيفة صح مغسولة بأجل، تركيبته الجديدة باور 7 يزيل كل البقع، ينظف بعمق ويوفر انتعاش. اكتشفوا المجموعة الجديدة أجل باور 7 للعناية بالملابس. أجل اللي يهمنا هو انتوما. أجل ماما علاش لازم ناكل؟ باش تكبر ولازم لك غذاء صحي وبنين. فهمت. أذواق متنوعة ولذيذة، مرتديلا، باتي جبن، باتي بيتزا، كاشير بلاط، للصغار والكبار بلاط، غذاؤك ترعاه أيادي أمينة. كوكو، هاو ار يو؟ جيسبر كو غاراكم كول. هاد لا فيديو باش نبريزونتي لكم 16 و 16 ماشي كيما 15. وانا نقول لكم لا فيسيل ماشي مغسوله كيف كيف مع 16، لازم تستعملوه. ها شوف، لا 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 لا، انا نقول لكم، انا نقول لكم، نقول لكم. كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا. الأواني النظيفة صح مغسولة بأجل، أجل سائل فائق الفعالية يزيل الدهون بسهولة ويترك الأواني لامعة. لتنظيف مثالي استعملوا سائل الأواني أجل. أجل اللي يهمنا هو انتوما. أجل. ألام البطن وليغاز داروا فيك حالة وما عرفش كيفاش تتهنى منهم؟ جربت الكثير من المنتجات وما لقيتش راحتك؟ بفضل سر من أسرار الطبيعة، نوتخا غرين توفر لكم غازلاس، مكمل غذائي غني بمنافع الطبيعة. تركيبة قوية بين بذور البسباس والفحم النباتي. غازلاس يعاونكم باش نشطوا حركة الأمعاء تاعكم ويقضي على الغازات. مزيل طبيعي للسموم ومطهر للجسم. مع غازلاس سحر الطبيعة بين يديك. غازلاس مكمل غذائي لمختبرات أمجي، يباع في الصيدليات. لأن شعرك المغطى يستحق كل الحب والعناية، سواليس تقدم لك شامبو ديتوكس بلس، تركيبة مثالية بين الأملة والحناء غير الملونة، تخلي شعرك يتمتع بصحة ولمعان. مع ديتوكس بلس من سواليس، أعيد الجمال لشعرك. هاي لي بروج فغاركم انفور، راني مع سي عز الدين، سي ان بروفيسيونيل اوسي. انا نبريزونتيكم برودوي بلاطاش اللي به ينظف الفور تاعو. دونك انا نقول لكم، نقول لكم كي تغسلوا الفور تاعكم مع بلاطاش يخرج لكم فريمون واو. شوفوا، لا 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 لا، انا نقول لكم كل شيء تنحى، كل شيء تنحى. شوف شوف، كاين اللي يقولوا وكاين اللي يديروا. خالصه خالصه أجل ديكاب فور باش تنظفوا صح. مساحات الطهي ولوازم المطبخ، تركيب تجيد فعالة ضد الشحوم والرواسب المتراكمة. للمنزل أو للمحترفين استعملوا أجل ديكاب فور. أجل اللي يهمنا هو انتوما.